الحقيقة إن سنة 2020 كانت سنة مختلفة علينا كلنا. يمكن حاجات كتير جدا اتغيرت، ولكن في ناس كتير حاولت تستفيد من الظروف اللي موجودة في السنة دي وتطلع أحسن ما عندها. من أحسن التجارب اللي شفتها في 2020 كانت Universal Expert Studio. كانت فكرة هايلة خلتنا نقدر نإنجيج الدكاترة مع بعضيها في شكل يكون اقرب للتوك شو، حوار داير، كيس بيس ديسكشنز، تفاعل قوي جدا ما بين الدكاتره والاودينس والمودريتور، اللي هي خرجت في شكل هايل وفعلا فعال ومختلف عن الشكل التراديشنال للمحاضرات اللي احنا متعودين عليها. سنه 21 اعتقد ان الموضوع هيكون افضل كتير واقوى كتير. يعني احنا منتظرين حاجه قويه جدا السنه دي. خليكم معانا.